الو، هلا عيسى. اسف داك هالهزه، بس كنت بقول لك اني باكر بطلع المستشفى. يلا زين، الحمد لله على سلامتك. ومثل ما وعدتك، اي تعويض تبي انا بالخدمه. اتم الجدي وزواجي اللي راح. وعمتي شمور لما طلعت من المستشفى صارت وايد هادية وما تتدخل وايد بحياة عمامي، والكل كان مستغرب. قب، أنا أبي أقول لك شغلة وأبيك تفهم عدل، بس رجاء لا حد يدري. في يوم قلتي لي شيء وقلت حق أحد؟ لا، أنا قررت أتزوج عيسى. صدقك؟ ليش؟ هاكو يعني تدري فيني، أنا مالي خلق محاكم ومشاكل وعوار راس. وبعدين أنا قعدت مع الريال مبين عليه طيب خوش واحد. طيب؟ قعدة معاه مرتين، شلون عرفت إنه طيب؟ ما تدري، يمكن هذا نصيبي. شمور، أنت عاقلة وتعرفين أمورك أكثر مني، وأنا حاضر باللي تبينه. أنا قلت نقعد فترة كذي مخطوبين نتعرف فيها على بعض، إن كان زين كملت وياه. الله يوفقك. خلاص خوش، دام كذي عيل خل نحدد يوم ونروح نملك إن شاء الله. أنا موافقة بس بشرط. موافق تم، حاضر. بالأول اسمع شرطي. ثقة أنت شمور، يعني ما له داعي، بالعكس موافق على أي شيء تقولينه. نملك ونقعد فترة نتعرف فيها على بعض وتالي تنازل عن القضية. أصلا أنا كنت بتنازل من غير شيء، أنا الود ودي كان مخليش تدعميني من زمان. وما بي أحد يدري غير يعقوب أخوي. ليش يعني؟ عسى ما شرف فشل. مو شرطة تعرف؟ إذا موافق من باكر نملك. أكيد موافق، صار لو أعرف يبب كان يببت، بس فشلة مكسور رقبة ما في وهذا، ويبب شو يقولون الناس؟